بحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. إعلان حال الطوارئ في مصر، والشرطة تسيطر على ميدان رابعة العدوية. وفد عسكري تركي في بيروت، واستدعاء عدد من أهالي مخطوفي أعزاز للتحقيق. حفلات الزفاف تهدد غابة الأرز. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. بعد أقل من 3 أعوام على ثورة يناير، عادت حال الطوارئ إلى مصر. اللواء عبد الفتاح السيسي مسلحا بالتفويض الذي منحته إياه شريحة واسعة من الشعب المصري، أقدم أخيرا على استخدام القوة لفض اعتصامي ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. الديمقراطية المصرية لم تعمر طويلا إذن. سرعان ما قضت عليها ارتكابات الإخوان وطموحات العسكر. أما السيسي الذي صورته صحيفة الأخبار المصرية قبل أيام ينظر إلى المرآة ليلاقي صورة جمال عبد الناصر، فلا يملك حتى الساعة من تجربة الرئيس الراحل إلا مصادرة الحريات. هكذا بات الانقسام داخل الشارع المصري لا يجد آليات سلمية لرعايته، وسط منطقة ملتهبة تبتلع نيرانها كل انقسام سياسي. فأحداث مصر مرتبطة في جزء منها بعودة السعودية بصورة رجلها القوي بندر بن سلطان إلى الساحة لمحو الإرث القطري الداعم للأخوان المسلمين في المنطقة ولمواجهة إيران وحلفائها. لكن قبل دخول في التفاصيل، نلفت المشاهدين إلى أننا نقدم هذه النشرة من استوديو مؤقت بسبب الأشغال داخل استوديو الأخبار لتجهيزه كي يصبح ملائما للبث الرقمي والفائق الدقة. أسابيع قليلة ونعود إليكم بحلة جديدة. الساعة الصفر لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسي دقت صباح اليوم، والحصيلة مئات القتلى والجرحى وإلقاء القبض على عدد من قيادات الأخوان. في خلال ساعات قليلة جدا انقلب المشهد في مصر وربما مستقبلها. صباح الأربعاء، وفي خطوة تتعارض إلى حد ما مع التصريحات الأخيرة للقيادة المصرية، دخلت القوات المسلحة إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، فوقع ما وصف بالمجزرة التي راح ضحيتها مئات المصريين بين قتيل وجريح، من بينهم عدد من عناصر قوات الأمن. دم ده واحد واقف جنبي في ثانية انضرب بالترام على صدري مات. ونتيجة لهذه التطورات، وفي ظل وجود مخطط لمهاجمة مراكز الشرطة في محافظات عدة، أعلنت الرئاسة المصرية حالة الطوارئ لمدة شهر وتكليف القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة لحفظ الأمن، ليأتي قرار الحكومة لاحقا بحظر التجول في عدد من المحافظات من 7 مساء إلى 6 صباحا. وفي خطوة تظهر خلطا للأوراق في المشهد السياسي، أعلن نائب الرئيس المصري محمد البرادعي استقالته من الحكومة قائلا إنه كانت هناك خيارات سلمية لإنهاء الأزمة السياسية. أما على الأرض فقد بات ميدان النهضة تحت سيطرة الجيش، فيما الاشتباكات بالأسلحة الحية دارت في محيط ميدان رابعة العدوية بين العناصر الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي دعت كل مؤيديها للنزول إلى الشارع لوقف ما أسمته بالمذبحة، في مقابل تأكيد الحكومة المصرية تصديها بحزم لأي اعتداء ونفي الشيخ الأزهر معرفته المسبقة بمخطط فض الاعتصامين. أما محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والذي أفادت وكالات عدة باعتقاله، فقد ظهر على شاشات التلفزة معلنا مقتل ابنته في خلال فض اعتصام رابعة العدوية. وقد قدمت ابنتي روحها واستشهدت مع أخواتها. المشهد الدامي في القاهرة لم يمنع النار المصرية من الوصول إلى أماكن أخرى، حيث اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه حاصدة العديد من القتلى في أماكن متفرقة، فيما أحرق أنصار مرسي 3 كنائس قبطية في محافظة المنيا والتعرض لدور عبادة مسيحية. تساؤلات عدة تحيط بأحداث مصر الدامية والمتسارعة،
فهل توقيت فض الاعتصامين بالقوة يجري على إيقاع مصري أم يعكس امتدادا لتطورات المنطقة؟ ومن القاهرة معنا المدون والناشط وائل عباس للوقوف معه أكثر على التطورات المصرية المتسارعة. مساء الخير وائل. مساء النور. وائل، يعني كواحد من الناشطين في ثورة يناير، كيف تقيم ما جرى اليوم على الأرض؟ هل ودعت مصر المكتسب الديمقراطي الذي حققته خلال الثورة؟ للأسف مصر لم تحقق مكتسب ديمقراطي بعد الثورة، لأن كل شيء كان بيد المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية لم تتخلى يوما عن القيام بدور اللاعب سواء أمام الستار أو خلف الستار، حتى في أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، وقد ثبت هذا بعد انقلاب المؤسسة العسكرية على حليفهم مرسي الذي تحالف معهم ضد الثورة وضد الديمقراطية وضد الحريات في مصر، ليعود الجيش مرة أخرى للمقدمة ويقول أنا اللاعب الرئيسي ولا لاعب رئيسي غيري. يعني وائل، برأيك هل المصالحة الوطنية اليوم ممكنة بعد استخدام القوة المفرطة لفض اعتصامات الإخوان؟ أعتقد أن الأمر صعب جدا، يعني حتى وإن أحد الفصائل قرر أنه يتصالح مع المؤسسة العسكرية، فأعتقد أن هناك فصائل إسلامية كثيرة ستكون غاضبة مما حدث وغاضبة من العنف المفرط والضحايا بالعشرات وقد تصل إلى المئات، ليس فقط اليوم ولكن في مذبحتين سابقتين عند الحرس الجمهوري وعند منصة رئيس السادات. نعم. وائل، يعني هل ترى بعدا خارجيا لما يجري في مصر؟ هل هو جزء من التوسع السعودي والانكفاء القطري المؤخر؟ يعني السعودية وقطر بينهم مشاكل وهي ظاهرة أيضا في مصر، فالإخوان المسلمين كما تعرفون كانوا في تحالف مع القطريين، والمؤسسة العسكرية الآن متحالفة مع السعوديين، والسعوديين يخشون من زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة السعودية، وبالتالي فهم يحاربون عودة الإخوان أو قوة الإخوان داخل مصر لأنها ستقوي معارضتهم في الداخل، بينما القطريين حزينون على فقد حليف كبير كحكم الإخوان لمصر، وللأسف لا قطر ولا السعودية يضعون مصلحة مصر نصب عينين. نعم، يعني شكرا لك الناشط والمدون وائل عباس على هذا التحليل الذي زودتنا به. وملاحقة لما أعلن عن سيطرة تامة فرضتها الشرطة المصرية على ميدان رابعة العدوية، لوحظ أن وكالة أنباء الأناضول وقناة الجزيرة التي كانتا تبثان الصورة مباشرة من الميدان طوال النهار أوقفتا بثهما منذ بعض الوقت. وكالة أنباء الأناضول أعلنت من جهتها أن الجيش المصري هو من منع كل وسائل الإعلام بما فيها التلفزيون المصري من النقل المباشر. في بيروت اعتصام للجماعة الإسلامية أمام السفارة المصرية في بئر حسن تضامنا مع الأخوان في مصر. لأن الجماعة الإسلامية ترى نفسها امتدادا لحركة الأخوان المسلمين في مصر، ولأنها اعتبرت أن فض الاعتصامات هناك تسبب بمجزرة، فهي رأت من واجبها على ما قال قياديوها الاعتصام بالقرب من السفارة المصرية في بئر حسن للتعبير عن رفضها للانقلاب على الشرعية. الحكم الاستبدادي والحكم العسكري في المجتمعات العربية والإسلامية لا مكان لها مجددا بعد الثورات التي قامت في العديد من الدول العربية. هتافات تندد بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وتحيي القادة الأبطال للإخوان أكانوا في السجون أو الميادين. أمدت أرواحنا ودماءنا وأموالنا نصرة لأهلنا في مصر. المشاركون الذين ناهز عددهم الألف فصلت عوائق حديدية بينهم وبين قوى الأمن دون أن يسجل أي إشكال، فيما كان موظفو السفارة يراقبون ما يجري عبر الشرفات. وقد رفض المنظمون دخول فريق قناة العربية معتبرين أنها منحازة تماما لجماعة السيسي بحسب تعبيرهم. نحن ضد أي انقلاب، نحن ضد أي اعتداء على خيارات الشعوب، نحن مع أي شرعية تثبتها صناديق الاقتراع ويثبتها الاستفتاءات. لذلك اليوم نحن نعتبر أنفسنا نناصر قضية حق ولا نتدخل في شأن أي دولة من الدول. ولم ينس بعض المشاركين توجيه انتقادات لشيخ الأزهر أحمد الطيب والإشادة بمواقف الشيخ يوسف القرضاوي.
وفي البحرين المعارضة مجددا إلى الشارع. مستلهمة تحركها مما يحدث في مصر، حركة تمرد بحرينية انطلقت في سبيل الضغط على الأسرة الحاكمة من أجل السماح بالمزيد من الديمقراطية في البلاد. وفي تحد لقرار الحظر الذي تفرضه السلطات، جمعية الوفاق البحرينية أكبر حركات المعارضة دعت إلى التظاهر بكثافة بالقرب من السفارة الأمريكية في المنامة من دون تحديد موعد محدد لها. وتمهيدا للتظاهر الكبرى، خرجت تظاهرات في عدد من المحافظات منذ ساعات الصباح الأولى، حمل فيها المتظاهرون أعلام البحرين ورفعوا شعارات تطالب بالتحول الديمقراطي. حكومة البحرين التي كانت توعدت بمواجهة المتظاهرين بالقوة ومحاكمة المسؤولين عن التحريض، اتخذت تدابير مشددة تمثلت بمنع التظاهر في العاصمة ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات في المنامة وفي عدد من القرى الشيعية القريبة منها. وزارة الداخلية البحرينية وفي سبيل مزيد من الضغط لمنع خروج أي تظاهرة، شددت على أن أي عمل إرهابي سيندرج تحت طائلة قوانين جديدة أقرت هذا الشهر وتسمح بعقوبات أكثر صرامة تبدأ بفترات سجن أطول وتصل إلى سحب الجنسية البحرينية. في التطورات السورية، الأنظار مجددا إلى الحدود السورية الأردنية، حيث تعزز المعارضة من وجودها. تحرير المغفر الحدودي رقم 29. يكاد لا يمر يوم في هذه الفترة إلا وتتحدث فيه المعارضة السورية عن إنجازات ميدانية تحققها في محافظة درعا، آخرها الإعلان عن السيطرة على 5 نقاط حدودية مع الأردن وعلى كتيبة الهجانة التي تحمي معبر نصيب الحدودي الذي يشكل آخر معاقل النظام السوري على تلك الحدود. نصب راجمات الصواريخ لاستخدامها في استهداف الكتيبة، آخر قلاع النظام على الحدود السورية الأردنية. فما الذي استجد على الخط الأردني السوري لتتسارع سيطرة المعارضة على نقاط استراتيجية على كتف الأردن؟ ثمة من بدأ يرصد تحولا في موقف عمان حيال الأزمة السورية، بعدما حرصت منذ اندلاع الثورة على أن تنأى بنفسها عن هذه الحرب. السلام عليكم. بوادر التحول لاحت في عيد الفطر عندما عبر رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة إلى درعا عبر الحدود الأردنية في أول تطور من هذا النوع. أعقب ذلك تداول بإمكان فتح مكتب تمثيلي للائتلاف في عمان. هاي الدبابة سوف تنطلق. النظام السوري لم يتأخر في تلمس التغيير في الموقف الأردني، فرد بقذيفتين سقطتا على قرية الطرة الأردنية بعد ساعات من زيارة الجربة. سبب التحول في الموقف الأردني من الأزمة السورية يرده البعض إلى ضغط أمريكي سعودي على عمان لتسهيل تحرك المعارضين والسلاح عبر حدودها، حتى أن مصادر غربية تتحدث عن معسكر أمريكي في الأردن بات جاهزا لتدريب 3000 من مقاتلي المعارضة السورية ليكونوا نواة جيش وطني استعدادا لمرحلة ما بعد الأسد. درعا المحاذية للحدود الأردنية تعيش حراكا استثنائيا هذه الأيام، تستعد لشيء ما. قربها من العاصمة السورية قد يجعلها مفتاحا لمعركة دمشق. فهل تكون درعا بداية الثورة ونهايتها؟ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأب الإيطالي باولو دوليوليو قتل على يد مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في سوريا، بعدما اختفت أثاره منذ 29 تموز، حيث ذهب إلى مقر الدولة الإسلامية الواقع في مبنى محافظة الرقة لمقابلة أمير في هذه المجموعة. ونقل المرصد عن ناشطين في مدينة الرقة لهم صلات وثيقة بالأب باولو قولهم إنه قتل أثناء احتجازه، وحض المرصد كل قوى المعارضة على الضغط على مقاتلي التنظيم للكشف عما حدث بالضبط للقص حتى يحاسب قاتلوه وتسلم جثته لدفنها كما ذكر المرصد. التطورات السورية إلى جانب ملف إيران ووضع حزب الله تحضر في زيارة رئيس أركان القوات المشتركة الأمريكية إلى إسرائيل.
رغم التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية التي أحرزت خلال زيارة رئيس أركان القوات المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي لتل أبيب، هاجمت مصادر إسرائيلية الولايات المتحدة واتهمتها بالتراخي في الموضوع السوري والظهور ضعيفة أمام روسيا، فيما دعا وزير الدفاع موشي يعلون ضيفه الأمريكي إلى التعاون لمنع تفوق ما أسماه محور الشر طهران دمشق بيروت في الحرب داخل سوريا. واستبق يعلون دعوته هذه بالمزيد من التحذير والتهديد لحزب الله في جولة عند الحدود اللبنانية اعتبر فيها الجبهة الشمالية تمثل خطرا أكبر على إسرائيل، وبأن الهدوء السائد على الحدود دليل على أن حزب الله مرتدع وضعيف رغم ترسانته المسلحة. الهدوء هنا مستتب، صحيح أن حزب الله مسلح لكنه مرتدع وضعيف، سنواصل نشاطنا حتى يبقى مرتدعا. أما في سوريا فرغم التفكك وضعف الأسد الوضع لا يشكل خطرا علينا. وهنا عند الحدود السورية تسود الإسرائيليين حالة اطمئنان حذر إذا تقديراتهم بأن الأسد بات ضعيفا ولا يسيطر سوى على 40% من سوريا، فيما المعارضة تسيطر على الجولان. غير أن الأسلحة الكيماوية ما زالت القلق الأكبر، وقد حصلت إسرائيل على دعم أمريكي من ديمبسي بالتصرف بما يضمن أمنها. كان لي الشرف أن أستضيف منذ بضعة أشهر الرئيس باراك أوباما. أقدر ما قاله عن قوتنا الاستراتيجية والتعاون الأمني بين القوات الإسرائيلية. تصريحه يؤكد من جديد أن إسرائيل قادرة على حماية نفسها من أي خطر ستواجهه. وكان الضيف الأمريكي قد أجرى سلسلة اجتماعات مطولة مع القيادتين العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وحاول إقناع إسرائيل بالصبر حتى تظهر حقيقة الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، فيما أصر الإسرائيليون على ضرورة مواصلة الضغوط الشديدة على إيران وطالبوا بمنحهم الغطاء اللازم في حال قرروا مهاجمة إيران، وهو الأمر الذي لا يتحمس إليه الأمريكيون. ما زال الإسرائيليون مقتنعين بعنوان الصفقة الجديدة فلسطين مقابل إيران، فهم يتعاونون في الموضوع الفلسطيني والأمريكيون يتعاونون مع إسرائيل في خططها لضرب إيران وأذرعها حزب الله وسوريا. أمال شحادي من مدينة حيفا. وجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور عبر بعثة لبنان الدائمة في نيويورك شكوى ضد إسرائيل على خلفية قيام القوات الإسرائيلية في 7 آب الجاري بخرق الخط الأزرق ودخولها في حقل ألغام داخل الأراضي اللبنانية، واعتبرت الشكوى أن هذا العمل يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وطلب الوزير منصور التقدم بهذه الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإيداعها الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي لتوزيعها على الدول الأعضاء، كما طلب إيداع نص الشكوى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. على الخط الفلسطيني الإسرائيلي تستأنف مفاوضات السلام في القدس اليوم بعد توقف لنحو 3 سنوات، وستطرح على طاولة المفاوضات في فندق الملك داود في القدس قضايا الوضع النهائي، وهي حق العودة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني وحدود الدولة الفلسطينية المقبلة ومصير القدس ووجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتترأس وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لبني الوفد الإسرائيلي للمفاوضات، بينما يتولى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذه المهمة. وقبيل بدء المفاوضات أفرجت إسرائيل عن 26 أسيرا فلسطينيا. 20 عاما خلف القضبان لم يفقدوا الأمل يوما بأن يروا شمس الحرية ولو بعد ربع قرن من الزمن. هذا هو حال من تحرر اليوم وذويه بعد موافقة إسرائيل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو. مرت علينا فترة 25 سنة كلها نكسات بخصوص الإفراج عن أخي مصطفى. لما أجا اليوم ما تعرفش ولا واحد إلا بالصور، أنت محمد، أنت منصور، أنت كذا. كانت الأيام الأخيرة يعني أيام كثير صعبة. صعبة أولا لأنه كل معاناة 20 سنة بتتجمع في هاي اللحظة، كل الأحلام والتخيلات، كل الأفكار اللي ممكن خطرت في بالك، كل السيناريوهات رسمتها لحياتك. وفيما تعمدت إسرائيل أن تفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى وعددهم 26 في ساعات متأخرة من الليل، لأن ذلك لم يمنع المئات من الفلسطينيين السهر في انتظارهم. أقول لهم أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة، والقادمون إن شاء الله وراءهم قادمون.
إطلاق سراح هذه الفئة من الأسرى موقف فلسطيني وشرط للعودة للمفاوضات إلى جانب شرطي وقف الاستيطان والمرجعية السياسية. 78 أسيرا من أسرى ما قبل أوسلو ظلوا مرهونين باستمرار جلوس الطرف الفلسطيني على طاولة المفاوضات، لكن العقبات الكثيرة ومن بينها الاستيطان تبقى جرس إنذار يدق في كل جولة. 26 أسيرا عادوا من جديد لأحضان عائلاتهم بعد أكثر من 20 عاما من الاعتقال، فيما لازال 5000 أسير ينتظرون شمس الحرية بفارغ الصبر. للمؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، فارس المالكي من الأراضي الفلسطينية. وتتابعون في نشرة الأخبار سلام حكومة واقع لا حكومة أمر واقع، من ينتهك حقوق المعوقين؟ تابعونا بعد الفاصل. ونتابع النشرة مع ملف تشكيل الحكومة. إذن الموضوع الحكومي، حضر في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الذي شدد على تمسكه بحكومة المصلحة الوطنية، مذكرا بأنه على حياده منذ تكليفه تشكيل الحكومة وأنه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. وقال سلام في لحظة ما سنواجهه أو ستواجه الواقع وحكومة الواقع وليس الأمر الواقع. من أول الطريق رفعت شعار حكومة المصلحة الوطنية وهذه القواعد في خدمة هذه المصلحة الوطنية وليست في خدمة لا هذا الفريق ولا ذاك الفريق ولا هالقوة السياسية ولا تلك القوة السياسية، وسيبقى هكذا الموضوع، وسنعمل وبجد لإخراج حكومة ضمن هذا المعطى وبهذا السياق. كأنه نعطي انطباع أنه في محاولة استغياب للرئيس بري، نحن ما بنستغيب حدا ونعتبر رئيس بري ركن أساسي في موضوع المصلحة الوطنية اللي برجع بقول تحت سقفه أنا عم بنشط وبعمل. في قضية خطف التركيين لا جديد بشأن مصيرهما، والتحقيقات مستمرة مع الموقوف محمد صالح، وشعبة المعلومات تستدعي عددا من أهالي مخطوف أعزاز. لا يزال محمد صالح موجودا قيد التحقيق لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ مساء يوم السبت، ولا يتوقع أن تتخذ النيابة العامة التمييزية أي تدبير قضائي بحقه قبل يوم الجمعة، فإما أن تتركه وإما أن تصدر بحقه مذكرة توقيف على خلفية الأدلة التي توافرت لدى شعبة المعلومات في قضية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار. وأشارت مصادر متابعة للتحقيق إلى أن المزيد من الأدلة على تورط أشخاص آخرين في عمليات الخطف قد اطلعت عليها النيابة العامة التمييزية من قبل شعبة المعلومات، وعلى هذا الأساس تم استدعاء عدد من أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز للتحقيق معهم في هذا الملف، ومن بين هؤلاء علي صالح. وكررت المصادر دعوة هؤلاء للمثول أمام المحققين والرد على أسئلتهم واستضاحاتهم بدل الإدلاء بما لديهم أمام وسائل الإعلام. وكان السفير التركي في بيروت قد زار مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتقى المدير العام لقوى الأمن بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص، وجرى نقاش في التدابير المتخذة لكشف مصير التركيين المخطوفين وتوقيف الخاطفين. وناقش العميد بصبوص هذا الموضوع أيضا مع نائب مدير المخابرات التركية وفي حضور رئيس شعبة المعلومات العقيد عماد عثمان، وجرى عرض لما تقوم به الشعبة من ملاحقات من أجل التوصل إلى معرفة كل المتورطين في عملية الخطف والإفراج عن التركي، كما تطرق البحث إلى الجهود المبذولة في المقابل للإفراج عن مخطوفي أعزاز. ومتابعة لقضية خطف التركيين، وفد تركي في بيروت والسفير التركي يواصل جولاته على المسؤولين اللبنانيين، ومنهم النائب محمد رعد الذي أعرب عن إدانة حزب الله لكل أشكال خطف المدنيين في كل مكان وزمان، مشددا على أهمية إنهاء قضية خطف الطيارين التركيين وقضية مخطوفي أعزاز.
وفد تركي حضر إلى بيروت لمتابعة قضية خطف الطيارين التركيين. نائب مدير المخابرات عبد الرحمن بلجيك التقى وزير الداخلية مروان شربل، وفي الاجتماع كشف كل طرف أوراقه منطلقا من القضية التي تهمه. الأتراك يريدون الطيارين واللبنانيون يريدون اللبنانيين التسعة. في الاجتماع شدد شربل على ضرورة إنهاء ملف مخطوفي إعزاز، معولا على مساعدة الدولة التركية في هذا المجال. الوفد التركي أعرب عن استعداد بلاده لمتابعة التعاون لتوفير خاتمة سعيدة للملف، وبما أن للحديث تتمة فقد اتفق الجانبان على عقد لقاء ثان في تركيا. موضوع المخطوفين التركيين حضر في لقاء رئيس الجمهورية مع السفير التركي في بيت الدين من باب تأكيد سليمان على ضرورة تكثيف تركيا مساعيها لإطلاق مخطوفي أعزاز. في غضون ذلك تصدر موضوع أمن المطار الاهتمامات، فالأمانة العامة لقوى 14 آذار عبرت عن خشيتها من أن يصبح مطار بيروت مطاراً غير آمن في نظر المجتمع الدولي. إن إصرار حزب الله على أخذ البلاد إلى مواجهة شاملة مع حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ومع مجلس التعاون الخليجي الذي يستقبل عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية، ومع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بلبنان مصالح عديدة، ومع المجتمع الدولي، هي مواجهة لا يريدها اللبنانيون بغالبيتهم الساحقة. ووسط الدعوات إلى إعادة فتح مطار القليعات وتجديد الإجراءات الأمنية حول مطار بيروت، دعت مجموعة من النشطاء السياسيين المستقلين إلى التحرك والضغط على المسؤولين لتأمين المطار ومحيطه وتأهيل وتشغيل مطار الرئيس روني معوض في القليعات، معتبرين أن حادثة الخطف أعادت إلى الأذهان سيطرة حزب الله على أمن مطار بيروت. وفي جديد عمليات الخطف، خطف في ظهور زحلي شريف معروف، وقد أفاد شقيقه أحمد أنه بينما كان في طريقه إلى منزله فجرا وجد سيارة شريف مركونة في ظهور زحلي وأبوابها مفتوحة، فادعى لدى المخفر بخطفه. جاي على البيت ولقيت سيارة خيي مصفوفة على جنب الطريق، نزلت لقيت مفتاح بقلبه ودقيت له خط مطفي، لقيت لأصحابه كلهم قالوا لأنه فال من عندهم، كان سهران وفالل، وهيك صارت يعني، دقينا خطه مسكر، دغري دقينا لجهات المختصة. حدا اتصل فيكم؟ لا بعد، لا أبدا. وقع إشكال بين أفراد من عائلتي العلي والخضر في بلدة القليعات في عكار على خلفية خلافات سابقة تطور إلى عراك بالأيدي والعصي وتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتيلين هما الشقيقان فياض أحمد العلي وأنور أحمد العلي، وعدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات. غابة أرزبشري محمية تتحول بفعل الحمايات إلى خلفية لمدرج للأفراح. خلف غابة الأرز في بشري مشهد مرعب، عمليات حفر وتشييد وحركة آليات جرف على بعد أمتار من سور الغابة. هذه أعمال إشادة مدرج لحفل زفاف ويليام طوق نجل النائب السابق جبران طوق، أعمال مستمرة منذ أكثر من شهرين، فتوجع القلب على أي ضرر قد يصيب المحمية، خصوصا وأنها مخالفة للقانون. ب 250 متر ممنوع منعاً باتاً القيام بأي أعمال، لأنه هيدي غابة صارت مهددة بالأمراض وبالمشاكل وباليابس، هيدا أساساً ممنوع وضد توصيات اليونسكو. أول شيء خطأ حدا بده يدفع ثمنه يلي قام بهالأعمال، وثانياً في مسؤوليات أنا بحملها للبلدية وللسلطات الأمنية. بين المشرفين على الورشة والعمال فيها تأكيد على إجراءات بيئية سليمة وأخرى اجتماعية واقتصادية. عاد عن سور الأرز 5 متر، وكل شجرة بدها عناية أو بدها دواء أو بدها رش نظبطها. هيدا مزريب ذهب البشري. هذا المدرج نعمل مش نخفف الضغط من جوا عن الغابة. أما النائب السابق جبران طوق فيستغرب إثارة هذا الموضوع بعد أشهر على انطلاقه. والشغلة بالله نحن اليوم كان يعني بالبلدية معها خبر وكل الأجهزة معه خبر، إذا في قوانين أو المعايير هي لازم تكون الحركة اللي بدها تصير على بعد 250 متر كنا بعدنا، لأنه كل أصحاب اللي قراتها هونيك اليوم بيخصونا وحطوا حالهم تحت تصرفنا بهالمعنى هذا. يؤكد طوق الاستعداد إلى مراجعة كل الخطوات مع المعنيين لجهة إعادة تشجير المنطقة الوعرة أساساً أو إعادة ردم المدرج. هو مدرج مخالف للقانون إذ تعدى على حرمة المساحة الملاصقة للغابة، وهو مدرج يخفف من الضغط على أرض الغابة. معضلة مدرج الأرز ستستمر وستنتظر الدولة ومؤسساتها لحلها والحكم فيها. خروقات بالجملة فيما يتعلق بحقوق المعوقين.
لم يكن الصعود إلى المنصة بالأمر السهل على كل من حسين مروي وسيلفانا اللئيس. هذا الحادث هو انتهاك للمادة 33 من القانون 220 على 2000 الذي يمنح المعوقين الحق في العيش في بيئة مؤهلة، إلا أنه واحد من مئات الانتهاكات التي تتعرض لها يوميا فئة مهمشة في المجتمع، رغم أنها تمثل أكثر من 10% من الشعب اللبناني. ولذلك كان مرصد حقوق المعوقين الذي رصد عشرات البلاغات في العام 2012 ليوثق انتهاكات بالجملة بحق المعوقين، من رفض المستشفيات استقبال أشخاص ذوي إعاقة إلى غياب التجهيزات الملائمة لهم إن كان في الأبنية الحكومية أو المدارس أو أماكن السكن، وصولا إلى غياب النقل العام المجهز لهم ورفض الكثيرين طلبات توظيف لأشخاص معوقين بسبب إعاقتهم، وانتهاكات أخرى عدة. أهمية إطلاق المرصد اليوم باللحظة الحرجة عم بيقطع فيها لبنان كتير مهم، لحتى تكرس مفاهيم وثقافة جديدة بتخلي إنه أي انتهاكات بيتعرضوا لأي فئات مهمشة بلبنان ومنها الأشخاص المعوقين ما تقطع مرور الكرام، في سلسلة إذا بدك حلول ومبادرات بتكمل بعضها بهذا الإطار، والمرصد رح يواكبها ويعزز أكثر وأكثر إنه يكون في مساءلة. إذن المطلوب من الدولة اللبنانية تنفيذ قانون 220 على 2000 وتوقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم ودمجهم عبر خطة وطنية في مهل زمنية محددة، لكن وإلى أن يتحقق كل ذلك لن يستطيع أحد أن يسلب هؤلاء حقهم ورغبتهم في الحياة. شب حريق هائل في خراج بلدة جديدة الأيطاع في عكار، وقد أدت النيران على مئات الأشجار المثمرة من الزيتون والتين واللوز والأشجار الحجية، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي العشبية، وعمل الأهالي وعناصر الدفاع المدني على إطفاء الحريق ومنع اقترابه من المنازل. وفي نشرة الأخبار، دولة الرئيس والتاكسي في المرديء وصباح فخري يحمل حلب إلى بيروت، تابعونا بعد الفاصل. ونتابع النشرة مع خدعة رئيس وزراء النرويج. إذن رئيس وزراء النرويج يفشل في فيلم قيادة سيارة الأجرة وقد يفشل في الانتخابات. لم تصمد خدعة رئيس وزراء النرويج طويلا، فبعدما نشر فيديو يظهره يعمل كسائق أجرة ليوم واحد في محاولة للتقرب من مواطني بلاده، كشفت صحيفة فيردن جانج النرويجية بأن 5 من أصل 14 شخصا لم يركبوا في تاكسي الرئيس بالصدفة، بل اختيروا خصيصا لهذا الغرض، ودفع لكل منهم 500 كرون أي 85 دولارا، فيما البقية كانوا يعلمون بأنهم يشاركون في فيديو دعائي لحزب العمال الذي يترأسه رئيس الوزراء يانس شتولتنبرغ. حزب العمال والشركة المنتجة للفيديو حاولا التخفيف من واقع الفضيحة بالادعاء أنهما لم يكشفا لأي من المشاركين في الفيديو الدعائي سوى عن وجوب ركوبهم سيارة أجرة، فيما أكد شتولتنبرغ بأنه لم يكن يعلم أنه تم دفع المال لراكبي التاكسي حين صور الفيديو، إنما اكتشف ذلك فيما بعد، مضيفا أن ذلك كان قرار الشركة المنتجة التي أقنعته بأن ما جرى طبيعي. السحر انقلب على الساحر، من رئيس وزراء إلى سائق تاكسي إلى ممثل فاشل وربما إلى راسب في الانتخابات، فيبدو أن هذا الفيديو لن يكون السبب في أن يتقرب شتولتنبرغ من النرويجيين، بل الضربة القاضية لحزب العمال في الانتخابات المقبلة.
قدود حلبية في أسواق بيروت. نحن كثير سعيدين ومبسوطين بوجودكم. إنها ليلة 13 آب التي صدح في سمائها صوت صباح فخري عملاق القدود الحلبية والموشحات والقصائد. هل هي سنوه الثمانون أم حال الشام المهشمة التي أخذت من صحته؟ لا هم، المهم أن لا شيء مستحيلا لديه. فخري المقيم في لبنان منذ نحو سنة لا يعتبر نفسه نازحا ويرفض الكلام في السياسة، مكتفيا بما من الله عليه من صوت يجمع ما تفرقه هذه السياسة. رغم كل الازدحام المسيطر على الساحة الفنية، فهي برأي صباح فخري تتلون بأصوات جميلة لا غبار عليها، ولعل أبرزها صوت أنس سر أبيه وظله. نرحب بالفنان ابني أنس. وإلى الصفحة الاقتصادية مع ليا فياض. مساء الخير. استكمالا لتحركات هيئة التنسيق النقابية، شارك عدد من المواطنين والموظفين بالتوقيع على عريض المليون اليوم بوزارة الطاقة والمياه. وذكر رئيس هيئة التنسيق حنا غريب بأن التوقيع على عريض المليون هو من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب حسب مذكرة هيئة التنسيق ولدفع الضرائب عن الفقراء، ودعا كل اللبنانيين للتوقيع على العريضة ضد حيتان المال. سمح المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة ببيع العملات الأجنبية للأفراد مباشرة بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا جزء من إشراك المصارف بعملية التدخل يلي بيقوم فيها المصرف المركزي عبر أيامهم ببيع قطع الأجنبية للمواطنين للغايات الغير تجارية بهدف الحفاظ على سعر الصرف للدولار وعدم تجاوزه عتبة 200 ليرة. 71% هي نسبة الشركات اللبنانية يلي عم تعتمد استراتيجية خفض التكاليف كأولوية أكبر. هذا بحسب استطلاع قامت فيه أمريكان إكسبرس الشرق الأوسط عن معدل إنفاق الشركات بلبنان. فذكرت نتائج الاستطلاع أنه 32% من الشركات تحولوا للتعامل مع مزودين أقل كلفة، و23% منهم خففوا من تكاليف الضيافة، و19% أوقفوا السفر بدرجة رجال الأعمال أو البزنس كلاس، في حين خفض 16% منهم من بدل السفر اليومي خلال الأشهر الست الماضية. بنتمنى من الشركات وأصحاب العمل ما يوفروا بدفع المعاشات للموظفين. هذا كان كل شيء لليلة، أنا بشوفكم بكرة، تصبحوا على خير. ومن ليا إلى ربا الصفحة الرياضية. مساء الخير. نبتدي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث كشفت صحيفة The Sun البريطانية اليوم أنه لاعب توتنهام الويلزي جاريث بيل أكد لزملائه أنه لن يلعب مجددا مع فريقه الحالي توتنهام الإنجليزي بسبب رفض النادي انتقاله إلى صفوف ريال مدريد. وأكدت الصحيفة من مصادر مقربة من اللاعب أنه الويلزي لا يفهم كيفية عدم موافقة توتنهام على بيعه بصفقة ستكون الأكبر بتاريخ النادي وكرة القدم، إشارة إلى العرض التاريخي اللي قدمه النادي الملكي إلى النادي الإنجليزي. ومحلياً ماكسيم شعيا عاد إلى بيروت بعد ما اجتاز المحيط الهندي تجذيفاً. بعد رحلة اجتياز المحيط الهندي تجذيفاً وبعد مغامرة استمرت حوالي الشهرين، وصل ماكسيم شعيا صباح يوم الأربعاء على لبنان حامل معه إنجاز جديد. وأقيم لشعيا استقبال حاشد بقاعة الشرف بالمطار، شارك فيه فعاليات سياسية وثقافية بالإضافة لأهله وعدد من الأصدقاء، وتم تسليم شعيا درع تقديري لإنجازاته. دائما الرجع على البلد وعلى العائلة وعلى البيت رائعة جدا، خصوصا لما واحد يحقق الإنجاز.
لما ابتديت بهالرحلة هيدي أبداً أبداً ما كنت متصور أنه بهالقوة فينا نحقق الهدف. 57 يوم و14 ساعة هي المدة اللي قضاها ماكسيم بالمحيط الهندي ليسطر اسم لبنان من جديد بلائحة الإنجازات العالمية، بالإضافة إلى أنه الرقم سيدون قريباً بكتاب جينيس للأرقام القياسية. ما في شيء هين، ما في شيء مستحيل. إذا واحد تحضر وحاول يتسلق إيفرست بيروح بحقق الهدف وبيرجع بخير وسلامة، وإذا واحد ما تحضر وجرب يعمل شيء بسيط مثل يقطع الطريق إذا ما تطلع شمال ويمين بركة تهرسوا السيارة. كل ما على الهدف كل ما بده يسهر ليلة أكتر ويتحضر أكتر تيحققه. 6500 كيلومتر هي المسافة اللي قطع ماكسيم برحلته، واليوم لبنان 10452 كيلومتر مربع عم يفتخر ببطل ومغامر لبناني آمن أنه إذا كان هدفك القمة فالباقي تفاصيل. لهم تنتهي صفحتنا الرياضية، عودة لمتابعة النشرة معك ديما. شكرا لك ربا، والآن إلى لارا وصفحة الأحوال الجوية. مساء الخير. كتل هوائية حارة ورطبة بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ليلة طقس صافي إلى قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات. ليلة الحرارة على الساحل عم تسجل 26 درجة. بكرة مستمر طقس صافي إلى قليل غيوم، أيضا ضباب على المرتفعات مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل. بكرة الحرارة ببيروت أقصاها 33 درجة. الرياح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، أما نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: لبكرة الخميس طقس صافي إلى قليل غيوم مع 33 درجة، لنهار الجمعة استقرار بدرجات الحرارة على 33 درجة وطقس مستمر صافي ومشمس، لنهار السبت تبقى الحرارة مستقرة على 33 درجة وطقس مشمس وصافي، أما لنهار الأحد انخفاض بسيط لل 31 درجة وطقس مشمس بالإجمال. وهلأ منشوف صوركن. الصورة الأولى من الباترون ميشيل صوان، من عين زبدة بشير حصباني، صورة من كالفين رعد، من الصفرة جورج الأزي، من خربة أنافار غريس صوان، والصورة الأخيرة من نهر رشمية ماهر سلامة. مشاهدينا هذا كان كل شيء لليلة. إذا حابين تشوفوا صوركن عملوا أبلود على www.lbci.com/weather. تصبحوا على ألف خير. مشاهدينا قبل الختام وبالعودة إلى التطورات المصرية، نشير إلى أن الحكومة المصرية أجلت اليوم فقط موعد بدء سريان حظر التجوال إلى 9 مساء بدلا من 7. في هذا الوقت يبدو ميدان رابعة العدوية حيث كان اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي يبدو كما تشير الصور خاليا، ويعني كما تشير أيضا الصور فهو يعني الصور تشير إلى ضراوة المعركة التي جرت في هذه الساحة، وذلك بعدما أحكمت القوات المصرية السيطرة الكاملة عليه. وفي تعليق للشيخ يوسف القرضاوي على التطورات المصرية، اعتبر أن ما حصل مذبحة لم تحصل في تاريخ مصر لا الجديد ولا القديم، وحدد يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مصر، داعيا المصريين إلى الخروج إلى الشوارع لإثبات أنهم غير راضين عما يجري وللتنديد بما حصل. وقبل قليل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على قياديي الأخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي. إذن كان هذا كل شيء مشاهدينا، طبعا ابقوا معنا لأي جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.